صباح الخير، ان شاء الله نهاركم مبروك. شنحويلكم؟ هاني جيتكم اليوم جبت معايا وصفه سهله باش نعملوها مع بعضنا، طريقه مزيانه باش نعملوا تاكوس يحبوه الصغار برشا والكبار زيدا. خليكم تاو مع المقادير والوصفه نتاعنا اليوم حلوه كشبيبك. شميسه اليوم على محليها طقس مزيان برشا. نبداو اول حاجه بسم الله بالمقادير. اش حضرنا اليوم يا سيدي؟ بالنسبه للوصفه نتاعنا مكوناتها بسيطه، واهم حاجه في الروسيت هو طريقه طبخ الخبز نتاعنا اللي باش نحضروه ونشوفوا مع بعضنا المكونات. بالنسبه لهنا عندي 500 غرام فرينه اللي هو الدقيق الابيض، عليه مغرفه صغيره ملح، وعليه مغرفه صغيره خميره حلويات اكاهو. هنا عندي 100 مليلتر زيت نباتي، ومستحسن يكون زيت نباتي باش يجيكم خبز خفيف، واللي ما عنديش بطبيعتها زيت زيتونه. باش نسمنوا ماء دافي للعجن، معناها نصبوا ونخلطوا ونتلم العجينه هكا. هذيك هي مكوناتها. نمشيو للعجينه ونجمو نعملوها راهو بيدياتنا ما فيها شيء. اليوم ما عينيش قلت هاي نستعمل هاك الماكينه في ساعه في ساعه. اول حاجه باش نحطوها هي الفرينه والملح والخميره، ونبصبسوهم بالزيت هكاهو. حطوا كمية مليلتر زيت. طب زيت نكتب لكم يا سيدي فكه صندوق الوصف المحنون نعرف كيف نكتب فيه. ونبسبسو توا ولا نبسو المكونات قبل ما نصبو الماء. بسم الله. هنا تو باش نبداو نصبو في الماء الدافي، ماذا بينا يكون ماء دافي خير، ولين تتلم العجينه. العجينه تنوريكم القوام نتاعها كيفاش لازم يكون. نبدا نصب الفتايته اكاهو. هذه هي العجينه بعد ما عرفتها كيكه في الماكينه 15 دقيقه. تحب العركين راهو تحب العركين. واهم حاجه من اسرار نجاح الخبز هذايا هو الراحه. باش تقولوا هذه ما فيهاش خميره خبز، الراحه هي باش تعطيك نتيجه حلوه ويقعد الخبز ارتب وبنين باهي. وطريقه تطيبه زاده هاكا كيما شفتوا المكونات بسيطه، وهاو كيفاش لازم يكون. تصب الماء لين تولي العجينه هكا، ها شفتوها محليها. هذه خرجوها في الزهيز هالماكينه، في بلاصه تقطع ذهب بشريو عجينه ولا جيب لك موسم ماكينه اكاو. اللي ما عندوش مش لازم راهو، اما نحكي لكم ساعات واحد يشري حويجه تقعد له رحمه تشجعك نهار اخر في دويرتك الطيب وتعمل برشا حاجات بالعجينه كهو. حطيني بعد سنين. المهم توا نغطيوها هل العجينه هذه وقتاش نرجعوا لها؟ نرجعوا لها بعد سويعه. شفتوا قديش سويعة هكاهو وهكاهو. نرجع لكم بعد ساعة بعد ما ترتاح العجينة نتاعي وتشكلوها قدامكم. يا سيدي رجعت لكم توا بعد نشوفوا العجينة نتاعنا كيفاش ارتاحت العجينة عليها. باش نقسموها توا كويرات شوفوا كيف ترتاح، راهو تعطيكم نتيجة مزيانة مزيانة. هنا انت وحجم المقله نتاعك، كي يبدا مقلتك صغيره تقص الكويره صغيره، مقله نتاعك كبيره تنجم تعمل خبزه كبيره انت والحجم اللي تحبه به. هي هاي قصوهم كويرات صغار. هنا باش نستعملوا شويه فرينه ليش منكثروش برشا، ونشكلو العجينه نتاعنا مدوره. حلوها نحلوها سهله بالمحلي في البطاطا كان سمحتوش تشتش تشتش تاع البطاطا ميلا جيوا تاكوس بلاش بطاطا. هذه معشوقه الجماهير الاكله هذه، يستنوا فيا وقتاش نكمل يعملوا عليها هجوم. حاب نستحفظوا على الشكل المدورة.
قد ما تحلوها قد ما خير. هاي كانها بدأت تحضر هذية للزهر. نعطيكم السمكم تاع العجينة كيفاش يزمنكم. لحظة بربي اللي دايتي شفتوها كفنية. شو نعمل توا؟ نحطوها في المنديلة كيما هكا، نحطوها هكا في منديلة ونغطيو عليها ونكملهم الكل بنفس الطريقة. لهنا حبيت نقول لكم على الخبز علاش حطيته في منديله. كل كعبه نحضروها ونغطيوها بالمنديله باش ما تشيحش، هذيك تو باش نستعملها توا اولا. وثانيا يلزمنا نحضروهم الكل باش كي نجيو نطيبوهم على المقله. نقولوا احنا يلزمنا واقفين عليها الخبزه خاطرها في ساعه ما تطيب وتحضر. لهنا اهم حاجه في الروسيت لا زيت لا حتى شيء في المقله. اولا نسخنوها، يلزمها تكون سخونه كيما هكا تو هي بدات تسخن. صحيح باش نحط توا الخبيزه نتاعي ونقعد واقف عليها وتشوفوا كيفاش طريقه تطيبها سهل وما فيها حتى شيء. وفما حاجه اخرى بربي اللي سالوني برشا على هالمقله هذيا، المقله ذي ماهيش دفاع وماهيش معني من نوع البي، خذيتها ب 12000 من عند عزيزه عندها 3 سنين. شوف مكبر سعدها وليت مشهوره هاي، هاني شد عميرها وباقي تخدم معايا كثر خيرها. هاي نبداو بالخبيزه الاولى هكا شيستك حله هكا صغيره وبرا نعملوا لها هكا باش تزيد توسع اكثر الخبزه. هاي سميو بسم الله ونحطوا الخبيزه نتاعنا. ايه نقعد واقفين عليها وما نغفلوش عليهم. هانا خبيزتنا الكل ومغطين ومستوري، ماهيش تيفال هذه راهي المقله وهاني عايشه معناها الحمد لله. شنو قلت 12000 كان مشيت عمرها وفي وفي هكا هاو، ولقيتها وقتها عندها 3 سنين في عزيزة. باه شفتوهم هذوكم، شفتو النتيجة كي تخليو الخبيزة العجينة نتاعكم ترتاح وتخدموها في عقلكم هكا تعمليكم الطبويطة هذيك. لهنا يا سيتي ما نغفلوش عليها دوبة ما تحمار هكا، اوبا نقلبوها ونهبط هكا الفشفشات هذوم اللي تنفخو نفرغوه. هيت مغرفة اللطف ونشوي في روحي، خليهم هكا باش ما يخرج منهم الهواء خير. كيف كيف نحطوا زيد منديله تو وي تو المنديله هكا يزيها يزيها. ها ريتوها هذه طابت، حط منديله كيما هكا نحطوها في منديله ونغطيو عليها يزير كبير هذا. به نمشيو الخبيزة الثانية وكهو عادش نطيبهم الكل ونحكي أحد ونوريهولكم. أنا المقلة سخونة راه تزيدو نحلوها حتى هك قد ما تتحل قد ما خير. نسميو بسم الله ونحطو الخبيزة شه شه محليها محليها. غطيوهم دوبا ما تطيب، تغطيوها ما تخليوهاش عريانه باش تقعد عاد رطبه ومزيانه. اليوم جو كفي ساعه ما يطيب. هيا يزيكم هكا هكا زوز خبيزات يا فضل فضل ونكملهم الكل. ما نطولش عليكم الفيديو، يسه نرجع لكم.
هنا حضرنا الخبيزات نتاعنا كما تشوفوا فيه، غطيوهم ديما نوصيكم بالمنديله باش يقعد لكم كيما هكا، ها ما يجرى له حتى شيء. هي اوزر محليه شره هي شره. عنا خبيزاتنا الكل ارتب يقعد لكم لاباس عليه. هنا تحبوا تحمروهم بعد على في نفس المقله ولا تعملوه بال، نقولوا احنا في البانيني كيما باش نعملها اني تو. باهي هانا شره هي شره. انا سهله العجينه زيده وتحضر في سأنا غطيو عليه يخليوه هكا. نبداو بالكيو خبيز الاولى بتبيع على الخلطه اللي تحبوها نتوما، حشوه اللي تحبوها. بسم الله شوف هذه البلاصه اللي هي هنا نحمرها اكثر باش نزيد نحمرها خاطر به. لهنا اش حضرت الخلطه نتاعي، يا تعملوها بالتن يا بالدجاج يا بالسكالوب. هذيا راهو زير الدجاج متفوح بالياغورت الطبيعي، ملح فلفل اكحل وحبق شويه كركم شويه فلفل احمر، وتحطهم تطيبهم في الزبده بنه عالميه تجيكم فيه واحد شره. هذيا الدجاج حاضر. اش يحب الاكله هذيا؟ تحب الفرماج الاحمر هذيا يجي معها يهبل. بتبيع لي ما عندوش يعمل حاجه اخرى، باش نعملها بالطماطم الكعب. لهنا اول حاجه نحطها، حطوها لهنا باش نقلبوا خاطر طريف الطماطم الفجيش. فما اللي يدهن الخبيزات، علاش مانيش باش ندهن؟ خاطر الدجاج باش يسيب بعد في السخانه الصوص نتاعو والدهان نتاعو، وحر شويه عملته مز. هذا هي الجبن زيد تو يذوب زيد يس. بالنسبه للتسكيره كيما هكا وهكا باهي. الحشوه ما تخرج الشعرات، ها كيما هكا، ونحطوها في الماكينه. وين الماكينه؟ هاني سخنتها هنوريها لكم، ماكينتي القديمه. ميسير الماكينه مانيش باش نسكروا عليها، لا هاني سخنت باش نحطوها هكا حتى باش يقعد عندك الكسكروت مليء دوب ليش هكا هكا هو باش تحمر وبرد. نعمل لكم خبيزه اخرى على السريع. كملنا وصلنا نهايه الفيديو نتاعنا لليوم. هكا كيما تشوفوا فيه مزيان هكا مضخم محليه محليه. تنساش عندك الطمطوم تعملوا لها لايك وحدها هذيك وقليني لها كعبات بطاطا، وان شاء الله تعملوها نتوما زيدا وتاكلوها بالصحه وبالشفاء. وكيف العاده في اخر الفيديو ديما نتشحتفوا هكا شويه ونقول لكم اشتركوا في قناتي، اشتركوا في قناتي وعملوا لنا لايك للفيديو. وكهو هذه هي الفيديو نتاعنا لليوم، ان شاء الله عجبتكم. نتقابلوا في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام الوالده لكم نتوما الكل، تدعي عليكم بالخير. خليكم، باي باي، بسلامه.